بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سؤال لنا تقول قدوة بعد كل سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا تت سؤال لنا من السؤال شوكتان بعد ما كان يقول بعد كل أمان يا تذلك يسكت دومي ذا وعين ربنا إلى لنتا قرن ما لا يوم الدنيا مدن يالي مروي وعن كتر وقت الدور شو سيدي هو الأغنى هنا تل ديمقراطية أي عدد استطاعي دولة المدى هيرك إلى كل الدول كل كل وريضو فرط الدور شو أو حرية حلالة أنا بوتاك دورنا وحن الديارنجا الدور شو دي قولا يكشد ديگانكا ويكون ترتبط دونان في الدوائر إيا لابد كن يزلح بقول إيا سبع يقنطن مرشاح قودها ودك أردن وحال رسيليا إني كسر بحان سبح الزقران يصدح بقول إيا تردوات إيا تغال في الزبان هو سو لو ريكونا ما مكو دولة بخلصة دولة لهان وحان وحال قلي سيدي أريتنا ودعي العاية وحان فرهي ورزا سياسة دا إيه أنا قد قرار أصارني ودلك أردن يوالتشي كايا شيء مركي لسكرة عنا وحانو ديارنا الشرعي لغو هذه لها إيو كمشكا كمشك إمامو لها إذا أبد بني قولا يشك برلمانكا لولا قولنا شرعي غاوي لما يترين أو ذا نذر ويبتية وحانو ديارنا حكيسيني إيو أرشادك أساسك أو أها حكيسكا إذا أنا بعد ذات كثيرني سيدي شقدو ذا أبد لابلا هاي كمشكونا وحي شقدو ذي أبد لابلا في مدح برنام إدي دميني سي إني في صدى كفري الثانية وحي سكد بوزليين والرسية الثلاث شن يتوفي أروف إصباع يتدى الإسيه هاي وحن ما ترتك إسقو إسوا خلي شن أروف يلا بإسي وحن بحني خارج كي دور شن لو مليون أو دورة كمريكن كأه وآه قد يغنطا وغطي وسبعي صدى هلك إن كبعي تفري وغطي وشمي الراتن حلية دي هرة وحا قرار وفرع البيئة دمان كبحيني قاليد كأيكو قادة الهاية مراقبينها وخرج كارية إلى بقية كنت كون أو دورك مريكك وكو بحيينا فعن هذا الصوب بحي خرج كلا أو كبشك أو بعدين دوريس قوها كاكتو خضي أو بقل كون أو دورك وحامل دياريني إذا ما دي أمانك والدمان قوضها عد حتى وقالي إلى لحكم وأكري ولا ليال وحنو الديارة كروك ترسك الدور شلا وحن ركيلنا إني سيدر الدرياء إنو بقى الصنطر إلهي نوحان إنو أغبرينا إنو بقرق قرق دمان مرشحين تقول تختمت الدور شلا كقولها الدقانك حزبيلة أورغلة كون الدوية لا حد سياسب دقائق تختمية إذا أنا أقول لها يا سيد يفعل وحن لها هي أمبليو وحن لها هي ساحب كلمة كل ترتبة وحن لها هي أشحى إلالية وحن لها هي قرنة دورة وحن لها هي تركب لترتبة لكل تيجي ماية دورتا وانا يبقاها كتيجنا ولا ليال دورشادني معها دورشادي إيجو بيتي مانعها دورشادي إيجو بيتي ودورشادي سناد يجي يجي لك قصصا مالك استوى إدبا بدنيسا إذا هو على بدنيا ما كان كم دونا استدح لي حزبية قرن هي صوب بحدونا وأوجد بدونا حزبية قرن استدح بقولية الدولات اللي سدات في الدولة هي صوب بحدونا قرير شدكان كا ذلك وحن رشيدي أخر كين هي قاعد في القبة ذلك دونا بيه رم مرجع فيه ولا ليال ينتهي يقين فيها ينكاح ما هذا لذا حرفت له إسكدايا ودوشرة سفرة إلى حرارة أجدها نبت قليلة وزارة الرماها جدها إذا كان الدول إلى قرنكا فحافظة الزيارة يوصل وشرة في الشمال الآن نبت تحل وخلاها هي نبتها لبقى نبت حلقة كيو نبت قليلة سكا شرة نبت قليلة وثمالكي قرنكا نهايستو منها اللغة ويشيستو قف كستوبة حبا كاسارا نبت قريبا ودنتينا إلى الشر سوالا نوحي بسوء مرتين حلياء أدب وأدب بيدنا انت كبطا
maanta waxaa jamhuuriyadda ku taagan tahay tiirar adag oo aan la leexin karin, asina kama qabno adag dibadeed oo jiritaankeenna iyo midnimadeeda waxyeeleeya. Waxaanu leenahay shacab iyo ciidan haydar u ah inay ka difaacaan cid kasta oo kusoo garta rabata. Soomaalidu waxay ku jirtaa meelaha ugu horeeya ee lagu majeesto nabad iyo deganaasho gobolka geeska Afrika. Habsami socodka doorashada, komishinka doorashooyinka qaranka, komishinka kala reebista ururada goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, ururada bulshada, golaha guurtida, madaxa dhaqameedka iyo culimada, waxaan ugu baaqayaa inay si feejigaana isugu hayaan habsami socodka doorashada meelay uga soo wada jeestaan cid kasta oo carqalad ku haysa. Dhammaanteen aan gaan bucda ka siino komishinka xilka loo yimaday si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal. Aniga iyo xukuumaddaydu waxaanu diyaarnahay inaan isku garab taagno komishinka doorashooyinka iyo komishinka diiwaangelinta gudashada xilkooda si ay u dhammaystiranto dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hara qaatay bulshadana u gaadho himiladeeda. Aniga xisbigaygu waxaan ballan qaadanaa inaan aqbali doono natiijada doorashada. Xisbiyada iyo ururada waxaan ugu baaqaynaa inay aqbalaan wixii kasoo baxa, sharcigana u hogaansamaan una hambalyeelayaan ciddii ku guuleysataa dalkan mas-uuliyaddiisa, sharciyaddiisa, nabadgeliisa aniga xilkiisii saaran yahay. Mana aqbali doono ciddii sharciga ku xadgudubta, ciddii nabadgelyada dhaawacda. Bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay dadkiina si xor iyo xalaala u dhiigta ciddii aad karataan nafsiyi. Bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay isku duubnaada oo ilaashada nabadgelyada. Bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay ilaashada qaranimada, gacanna ka siiya hay-adaha ammaanka gurashada xilkooda. Wabillaahi tawfiiq.